أهلا بكم إلى أول حلقة من برنامج المال بالدرهم. بعد الفشل في الكافيار والمعكرونة، جلال غيازة يحصد النجاح الباهر في الحلويات التونسية، وأتلانتس النخلة على رأس قائمة زبائنه. فهل تتمتع أنت أيضا بما تتطلبه ريادة الأعمال؟ في التقرير التالي نافذة على تجربة وشخصية أحد رواد الأعمال الناجحين في دبي. Think about macaron, there is nothing called essence, no flavors. أنا جلال غيازة، صاحب ومؤسس ديليس بالإمارات. أسسنا ديليس عام 2004 وتو 2010، معناها عنا 6 سنين في المشوار هذا. طبعا احنا اسسنا ديليس على اساس تكون حلويات تونسيه في البدايه، وبعدين صرنا نعمل المكرون الفرنساوي، وبعدين اعتقد عنا احسن شوكولات موجوده في البلد. في المشوار هذا نجحنا باش عملنا 4 محلات ونجهز في المحل الخامس بامكانياتنا الخاصه. وغير هذا طبعا النجاح اللي لقيناه في الفنادق، في الفنادق اللي الناس اللي بياخذوا القرارات اللي هما الشيف الطهاء الفرنساوي الالماني اللي يعرفوا شنو حاجه اسمها كواليتي. واعتقد نعمل في حدود 30,000 علبه ما بين اكبر فنادق الادلانتس ومدينه جميره والجوفرنر هاوس وجميره بيتش هوتيل. المشوار ما كانش سهل. من 6 سنين يوم عديت على بنك دبي التجاري وقلت لهم سلفوني 100,000 درهم باش نبدا حلويات تونسيه، الناس صارت تضحك. وبعد قالوا لي طيب تفضل، عندما نتكلم على تبدا بامكانيات بسيطه في البزنس يعني ضحي شويه، ضحي يعني في نفس الوقت انت المحاسب وانت انت السواق وانت اللي تعمل الحلو وانت اللي تغطي على الموظف اللي ياخذ معاش اخر الشهر وانت تعمل قسم من شغله. وهذا السبب ضحيت. تضحك كبيره في الصحه وفي الوقت. وانا نتفكر يعني نجمت ناخذ اول اجازه متاع اسبوعين 6 سنين، واول يوم جمعه خذيته بعد 6 سنين من اللي فتحنا ديليس. التجربه الاولى من 25 سنه كانت بالكافيار الايراني اللي كنت نجيبوه من ايران ونصدروه على امريكا ونعمل التعبئه نتاعه هنيه. وبعدين اسست شركه تعمل توزيع مواد غذائيه بماركات عالميه. لكن تعرف في الصغر الواحد احيانا يمسك راسه ويقول لا انا مش ننجح، لكن اذا تقول والعزيمه لحالها ما تكفيش. اكيد عدم النجاح ماديا نتاع البزنس نتاع قبل السبب نتاعه عدم قلة الخبرة. وأنا الحمد لله اللي تعلمته من قبل في الحاجات اللي ما نشهتش خليتها في ديليس. ركزنا على حاجة اسمها كواليتي، وعندما نقول كواليتي معناها قررنا نكون أحسن ناس في السوق. الكواليتي منين تبدأ؟ هذه مواد غذائية، تبدأ من المواد الخام. اللوز هذا يكلفنا من مرتين إلى 3 مرات أغلى من اللوز الأمريكي الموجود في السوق. هذا السيد هذا نجيبوه من تونس بالطيارة مرة في الشهر، والكمية متاعنا نحجزها من حق الواحد باش يكون في consistency في الكواليتي. نمشي أنا شخصيا نعمل جمعتين في تونس، وعندي الأهل يقفوا على البروسيسنج متاعه ويجينا مرة في الشهر. هذا اللوز. نجيو للفستق. الفستق هذا اعتقد ليه ممكن زبون ولا 2 ولا 3 في السوق الامارات الكل. الفستق هذا 3 مرات اغلى من الفستق هذا. علاش؟ عشان يعطيك النكهه. شوف اللون نتاع الفستق كيفاش. الجوز الامريكي طبعا معروف لا يعلى عليه، نفس الشيء. لكن الأستاذ هذا لازم يقعد في التبريد على طول العام 12 شهر، لازم طاقة متاع تبريد. نتكلم على الشوكولات، هذه المواد الخام متاع الشوكولات، هذه فرونة،
اللي يقول فارونا يقول رقم واحد شوكولات بالعالم بالكواليتي. تحب تكون رقم واحد امشي رقم واحد.